طبعا بوريس زهارياس ماله غبي لهالدرجة ليترك دليل ضده ببيته، ونحن ما في بين إيدينا هلأ أي دليل ضده إلا شهادة بكري والخطاط محمد. سمعوني ضياء وغضنفر، أنتوا مهمتكم تحافظوا على حياة الخطاط محمد، بدي إياكم تجيبوه للمحكمة بدون ما يتعرض لأي أذى. ما عم أفهم شو يلي خلاك تقلق لهالدرجة هي؟ وصلتنا معلومات استخباراتية إنك رح تتعرض لمحاولة اغتيال اليوم يا جلالة السلطان. إنجلترا كتير قلقانة لأنه العثمانيين عم يسجلوا عقودهم بسرعة، يعني نحن لازم نساوي شيء. نحن خططنا لكل شيء حسب التعليمات، أنت لا تشغل بالك أبداً. أنت متأكد من هذا الشيء؟ إذا ما بتقول الحقيقة بالمحكمة وقت راح أقطع لك لسانك لحتى ما عاد تحكي بنوب. بكري اصحك تفكر إنك تلعب هاي اللعبة الوسخة، بدي إياك تقول الحقيقة مثل الرجال وإلا رح ننفذ فيك حكم الإعدام. أنتوا لإمتى رح تخلوني بهذا المكان؟ أنا ما بعرف، السيد بوريس هو اللي بيقرر. وبلكي بوريس أفندي انحكم عليه وما طلع من السجن، وقتها بنفكر بالموضوع. أنا قلت لك كل اللي عندي، وقد ما حاولت ما رح تقدر تاخد مني أي كلام. مفكر إنه أنت طالما تحت رجلين بوريس زهارياس فوقت ابنك ما رح يتعرض لأي أذى، مزبوط كلامي؟ معلم حمدي، هي هي الحقيقة وبتمنى إنك تتعاون معي. جلالة السلطان، طبعاً جلالتك بتعرف أكثر مني، بس بالحقيقة أنا ما بعتقد إنه هي فكرة منيحة. شايفك اليوم كتير متوتر يا باشا. من لما وصلتني معلومات من استخباراتنا إنك رح تتعرض لعملية اغتيال اليوم وأنا مالي مطمن بنوب. يا سادة، شو رأيك ونحل هالموضوع بيناتنا؟ شلون يعني؟ انت هيك رأيك؟ ايه بيصير، مو هيك شريك؟ ايه طبعا. لكن تفضل انت. لا لو سمحت انت بالاول. لا هذا من حقك، انت تعبت كتير. لا زيريك، لا تعمل هيك. شريك لو سمحت. طيب معناتها من بعد اذنك. خد راحتك. لك انت شو عم تساوي؟ ما بتستحي على حالك، بدك تعطي ضباط الدولة العثمانية العليا رشوة؟ مو هيك قصدي. امشي على المغفر. يلا امشي قدامي. يلا. هدول من الضباط يلي بدي اياهم، حلال عليهم. تعرف يا عم، انا شايفك بمكان بس ما عم بتذكر وين. على كلين بطل حشرية. ايه خلينا نمشي. اليوم ما رح أسمح بأي غلط قد ما كان صغير. بدي منكم تفتحوا عيونكم منيح، ما بدي أي تجاوز أمني اليوم. مو هذا بوريس زهارياس أكبر الحرامية؟ لازم تشنقوه. أنا ما عندي مشكلة مع الموت، بس يلي بيضايقني أكتر إنه واحد حشرة مثلك يحكي معي بهي الطريقة. كتير منيح عم يتسلى بالكتابة، أحسن ما يضل عم يتفتل بالغرفة. بعد ساعة رح ناخده على المحكمة. اسمعني منيح، اصحك تفكر تهرب بضاعة للكلب بوريس مرة تانية،
كلامي مفهوم؟ انت مفكر انه بيصير شي بالمينا بدون علمي؟ القصة مو هيك يا بابا القصة. خلاص يا ابني، اذا غرقت بهالشغل الوسخ ما حتقدر تطلع ابدا، واذا صار لك اي شيء انا ما بقدر اتحمل. انا ما بتحمل اخسرك يا ابني. خلص مثل ما بدك يا بابا. مسكينة، ليش طلعت من بيتها بهي الحالة؟ ما بتعرف، بيكون بقى خلقها كتير فطوعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخافي، أنا بساعدك مشان ما توقعي. ما بدي، لا. الله يلعن كثير منيح. لازم نسويها. واضح انه القاضي قياس الدين كلفكم بهالمهمة. جلالة السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المتهم بوريس زهارياس
أنت متهم بحياكة المؤامرات ضد الدولة العثمانية العلية، وبتهمة تزوير الوثائق وتضليل الدولة وتأسيس عصابة والتحريض على القتل وارتكاب أبشع الجرائم بحق الدولة والشعب. نبدأ بالمرافعة والحكم. بوريس زهارياس، هل يوجد لديك أي كلام تدافع به عن نفسك لتبرئ نفسك من التهم في هذه المحكمة الموقرة؟ تفضل بالكلام. يا عندي، ما لي أي علاقة بالتهم يلي عم تتهموني إياها. أنا بشتغل بالتجارة والصرافة، والكل بيعرف إنه طول عمري بشتغل بشرف وأخلاق، ولهذا اليوم كل شغلة كنت ساويها كانت لمصلحة الدولة العلية. وصدقني ما كان عندي أي أهداف شخصية بكل حياتي، بس يلي مثلي في إلهم كتير أعداء، وأنا بعرف إنه في مؤامرة كبيرة انحكت ضدي، وأنا ما بدي اتجاوز حدودي بهي المحكمة الموقرة. بس أنا مستغرب كتير كيف شخص مثلك دائما رافع شعار العدالة بينخدع بهيك مؤامرة بهالسهولة. شهرتك معروفة بكل اسطنبول بالحق والعدالة، ولهذا السبب اليوم أنت بهالمحكمة رح تعلن براءتي قدام كل الشعب، مشان ما تاخد قرار غلط، لأني متأكد منيح من براءتي يا حضرة القاضي، وبخاف أنك ترتكب غلط بهالمحكمة وتتلطخ سمعتك. لا تشغل بالك يا بوريس زهارياس، هاي المحكمة ما لها ملك لأي قاضي، لأنه تحت هذا السقف مو القاضي قياس الدين خاتمي هو اللي بيصدر الحكم، العدالة والحق هن اللي بيصدروا الحكم بالنهاية. ولا قبل ما نجيب الشهود ونسمع إفادتهم بهاي القضية، المحكمة مضطرة تقلك معلومة مهمة كتير قدرت توصلها. نتيجة التحقيقات اللي سويناها بخصوصك توصلنا لمعلومة مهمة، وهي بالحقيقة بتبين انه اسمك الحقيقي مو هو اسمك الحالي. بوريس زهارياس، ممكن تقلنا شو هو اسمك الحقيقي؟ هذاك الشيطان اسمه الحقيقي. اسمه الحقيقي أمير. بوريس، اسمه الحقيقي هو أمير. سوريا خانم، بتكون بلشت المحكمة. بوريس هو الشيطان بحد ذاته، لازم ناخد كل الاحتياطات. شدد الحراسة حوالين البيت. شو السبب؟ القفعة انحشرت بالزاوية إدهم، وشي أكيد إنها رح تعاجي. فهمت عليك يا خانم. أنت عم تسألني شو اسمي يا حضرة القاضي؟ بعتقد إن المحامي جاب لكم كل الوثائق المطلوبة. لما دورنا بدائرة النفوس العامة على أي وثيقة بتخصك ما لقينا أي شيء. الصفحة اللي لازم يكون فيها اسم بوريس مشفوق. ما قدرنا نعرف أي معلومات عنك، بس مثل ما قلت لي قبل شوي إنه المحامي تبعك جاب كل الوثائق اللي بتخصك. وين المشكلة؟ أنت ما في إلك سجل بالنفوس. أنا بوريس زهارياس، كل القيود اللي بتخص عائلتي موجودة بولاية موغلا. Thank you.
ماما تطلعي الخالة لارا تذكرتيها هي اللي كانت تجيب لنا الأكل. أعطيني هي. رجاء لا تأخذوها لارا. قولي شو ما بدك بس أنا رح أجي معي. شو القصة ماما؟ يعني الخالة لارا زعلانة منا؟ خلينا نمشي يا بنتي. بالعادة كنا بنعمل هالجولة مع القاضي قياس الدين، بس اليوم في عنده محاكمة. اليوم محاكمة بوريس زهاري، اسمه هيك؟ مظبوط جلالة السلطان. ولأنه مو مطمن من الوضع الأمني بالبلد بعدكم لتحموني. هيك هو دائما. ممكن تسمح لي جلالة السلطان؟ تفضل. برأيي بعد ما تعرضت لهالهجوم من الأفضل إنك ترجع للقصر. وأنا هيك رأيي كمان. محاولة اغتيالي هي برأيكم رح تنعاد كمان؟ مانا متأكدين. شو هالحالة هي؟ اسم أجدادي كان يخوف ويهز كل الدنيا، وأنا هلأ ما عم أقدر أتفتل براحتي بدولتي. اليوم بدي أشوف بعيوني كل معاناة شعبي وكيف عايش، وكمان في عندي شغلة مهمة كتير بدي ساويها، وأنتوا خلوكم معي لتحموني. تحت أمرك جلالة السلطان. بأمرك جلالة السلطان. ممنوع على أي شخص مين ما كان يفوت على قاعة المحكمة بدون إذن، خاصة بعد ما نبلش بالمحاكمة. بس بنتنا لارا زهارياس أنا بعطيها استثناء. أنا منيحة بابا، لا تشغل بالك. بوريس زهارياس كمل كلامك. ليش صار لون إصبعي أسود؟ سويتي اللي طلبته منك. محمد هذا توفى.
أنيتا، لا تخافي من مرافقتي ياسمين، هي هون بس مشان ما تحاولي تعيدي اللي ساويتيه هداك اليوم. أهلين فيكي. شكرا لأنك قبلتي تستقبليني اليوم. شو بقدر ساوي مشانك؟ جاية لقلك إنه نحن منقدر نساوي شغلات منيحة مشان بعضنا. شو قصدك تقولي؟ بعتقد إنه بوريس زهارياس خلص انتهى. واضح إنه أنت لسه ما بتعرفي لبوريس زهارياس. أنا مستغرب يا حضرة القاضي، لأنه كل هاي التهم مسنودة على اعترافات وشهادة أشخاص فيلن عداوة كبيرة معي وبس بدهن أي فرصة لحتى يأذوني. والشي اللي مضايقني هي الحالة البشعة اللي وصلنا لها. كيف المحكمة الموقرة بتسمح أنه يتلطخ اسمه سمعة شخص بيشتغل بشرف مثلي؟ ما لازم تسمحوا بهذا الشي. بالحقيقة أنا اتضايقت كتير، لأنه واضح ميزان العدالة بهي المحكمة في غلط. بهالدنيا أي شخص بده يساوي أعمال وسخة بيقدر يستأجر شخص وسخ لينفذ له إياها. بوريس زهارياس، الدولة العثمانية اللي أنت صار لك فترة عم تطاول عليها تأسست على قاعدة قوية مبنية على حب الشعب. نحن قبل كل شيء رح نسمع كلام الشهود، بعدين رح ناخد القرار بحقك. يعني ميزان العدالة ما في أي غلط أبداً. قولي لي مين انتو، او بالاحرى خلينا نقول مين يلي بعتك لعندي. انا رح احكي معك بكل صراحه سوريا، نحن بالحقيقه يلي منأسس دوله ومنرسم خريطه جديده ومننزل الملوك عن عرشه. يا ترى فهمتي هلا؟ مثل ما بتعرفي ألمانيا موضوع الاستعمار مو ضمن مخططاتها، وإنجلترا وفرنسا عم يديروا آسيا وإفريقيا، ونحن حطيتوا عيونكن على الدولة العثمانية. يلي بيدير بنك الدولة بيتحكم بالمصاري، واللي بيتحكم بالمصاري بيتحكم بكل الدولة. شايف الكل عم يحاولوا ياخدوا قطعة من هي الدولة. أنا بعرف مين بيكون ميار يا أنيتا، هو صاحب أكبر بنوك بالعالم. معناتها أكيد أنت بتعرفي إنه لما تاخدي مكان بيناتنا رح تصيري كتير قوية، كلامي مزبوط؟ على كل اليوم بتطلع نتيجة المحكمة وبعدين منقعد سوا ومنحكي بهالموضوع، شو رأيك؟ مثل ما بدك. بدي روح هلأ وبشوفك عن قريب بالإذن. مو معقول أبداً قديش هي الدولة في العهدة. شو قصة هالطفل وشو هالشوال الكبير اللي حامله؟ خلينا نشوفه. تحت أمرك جلالة السلطان.
نحن من دار القضاء، بتسمحوا لنا نفوت؟ تفضل. كلكم عايشين بهالغرفة؟ شو بدنا نساوي؟ زوجي مات، الله يخلي لنا القاضي قياس الدين عم يساعدنا دائما، والجيران عم يساعدونا كمان، وإلا كنا متنا. ما في شي من قيمتكم، الأكل جاهز، تفضلوا كلوا. شكرا يا أختي، لا تؤاخذونا يمكن أزعجناكم. لا العفو، صحتين وعافية. شكرا على قلبك يا عمو. هيك حالة ما بتليق بالدولة العثمانية أبداً. اليوم في عنا ثلاث أعداء خطيرين، الفقر والجهل والخلافات. رح نواجه هالأعداء الثلاثة بالعمل الجاد والمعرفة والاتفاق بين كل الناس. بتبعت الطبيب لحتى يداوي هالرجال المريض بأمره، وبدي أولاد شعبي يكون في عندهم نفس اللي بيملكوه أولادي. بتخلي هالأولاد يقعدوا بمدرسة السليمانية، وبتاخدوا من حسابي الخاص، وبتجيبوا كل شي بتحتاجه هالعيلة. تحت أمرك جلالة السلطان. اصحك تنسى هالشي، لا تشغل بالك بنوب. ما رح نبلش بالهجوم؟ لا مو هلأ، نحن رح نستنى لتجينا الفرصة المناسبة، بس هالمرة ما رح نضيعها بإيدنا. بالحقيقة يا بوريس زهارياس، كل الاتهامات اللي كانت بحقك بخصوص انك زورت وثائق مهمة ما عادت موجودة. شو اللي تغير؟ كيف هيك؟ ما بيصير أبدا، كلنا منعرف انه محتاج. يعني قدر يخلص حاله؟ ايه طبعا، هذا بوريس زهارياس. ماني مصدق أبدا، كيف بيصير هيك؟ بوريس هذا واحد. سكوت، استراحة لمدة 10 دقائق. مصدق ابدا. طيب وين الشاهد؟ ليش ما اجى الخطاب؟ غريب كثير، لا حول ولا قوه الا بالله. بس بوريس مجرم، معقول ما يتعاقب؟ لا الا ما يعاقبه. يلا يا بكري، رح ناخذك على المحكمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتعرف المدام شفيقة؟ لا والله ما بعرفها. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا يا عم. اهلين. تعرف وحدة اسمها شفيقة هون؟ لا والله. بتشكرك كثير. اهلين فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى يا عم انت بتعرف شي مرة اسمها شفيقة؟ قالوا لي انها عايشة هون. اي نعم بعرفها، خليك ماشي دغري بتلاقي بيتها، يعني هداك بآخر الحارة. بتشكرك كتير يا عم، بتشكر. العفو. يعطيك العافية والصحة. تسلم.
بس انت بتقدر تفوت والبقية بتضلوا عندكم. يلي بيحاول انه يفوت لجوا تاكلوا الكلاب. انتوا استنوني هون بأمر جلالتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني كتير منيح، يلي بده يفوت معنا بهي الدعوة ما بدنا شي منه، بس تعطينا عهد انك تمشي بهذا الطريق وانك ما تبعد عنه ابدا وانك تكون نور بهذا الطريق وما تطفي هذا النور ابدا. بتعاهدنا على هالشي؟ ايه بعاهدكم. وانا قبلتك بيناتنا. شكرا لك. بهي الحالة تفضل على مكانك جنب الاخوي. شكرا لكم. بسم الله. مثل ما انك شايف يا حضرة القاضي، كل الادعاءات والاتهامات يلي كانت بحقي عم تختفي واحدة ورا التانية. صحيح انه هالمؤامرة اللي انحكت ضدي كتير كبيرة وانا مطالع بايدي ساوي شي، بس مع هيك مآمن انه الحقيقة اكيد رح تنكشف بالاخر. نحن لما نحاكم اي حدا ندعي لرب العالمين ينور لنا طريق الحقيقة ويظهر لنا إياها لحتى نحكم بعدل يا بوريس زهارياس. إذا أنت عن جد كنت بريء فصدقني براءتك رح تبين بهذا المكان. وهلأ بدي منك تعطيني جواب على سؤالي هاد. اسمك الحقيقي هو أمير؟ قلت لي ليش هدينك الناس بهالحالة؟ هالموضوع ما بينحل بهذا المكان ولا نحن منقدر نلاقي له حل. هالموضوع حله عند رب العباد. سمعت السؤال يلي سأله أخونا؟ يا ريت تعطينا مثال هلأ على هذا السؤال. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب. بيوم المعراج وصل لنهاية السماء السابعة، وطبعاً بهديك الليلة كان عم يرافقه سيدنا جبريل عليه السلام، وقابل كل الأنبياء عليهم السلام حتى أنه وصل للعرش. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان حبيب الله وكان شفيع الأمة الإسلامية بالدنيا، وهو كمان شفيعنا بالآخرة. نحن أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يلي بعث لنا يا الله رحمة للعالمين، وانت بهالمكان بمشيئة رب العالمين. الله يقدرك حتى تتحمل هالمنصب. آمين. بس يلي بده يكون بهذا المنصب لازم يحمل هموم العالم على كتافه ويساعدهم بحل همومهم ومشاكلهم. شو عم يصير يا شباب؟ نحن عم نشم ريحة مصيبة. إذا طلع السلطان أو ما طلع رح نهجم. جهز حالك. أي
أمير. عن جد استغربت يا حضرة القاضي، معقول يكون هذا هو اسمي الحقيقي وأنا ما بعرف؟ كل الوثائق بين إيديكم. أنا اسمي بوريس زهارياس وما بعتقد إنه في علي ذنب إذا أهلي هيك سموني. يعني إذا بدكم تحاسبوا حدا على اسمي لازم تحاسبوا أهلي. طيب جاوبني على هذا السؤال، أنت كنت بالبوسنة شي؟ أو يا ترى كان في إلك شي علاقة مع شخص بوسني اسمه فيدات؟ أنا بكل حياتي ما رحت على البوسنة من قبل، ولا مرة حتى سمعت باسم هاد فيدات البوسني اللي أنت عم تقلي عنه. ماشي، فيك تقلي تعرف واحدة اسمها السيدة بالا؟ بوريس زهارياس؟ لا. لا. أنا مصدقك يا بكري. أنت أعطيني اللي بدي إياه وراح أعطيك الحرية لآخر حياتك. طالع كل يلي موجود بقلبك، نحن هون رح نحاول نساعدك ونخلصك من كل همومك. حاسس انه كل هموم العثمانيين موجودة على ظهري، وبالحقيقة انا خايف كتير، ما اتحمل هالحمل وافشل بتوصيل الامانة اللي هي برقبتي. شو هالحكي هاد؟ هاي مهمتك بهاي الدنيا، لحتى تزرع الأرض لازم تحرسها وبعدين تحط فيها بذرة منيحة وبعدين تضل تسقيها وتهتم فيها لتكبر وتثمر. طالما أنت حطيت هذا الحمل على ظهرك فالمفروض أنك تتحمل للنهاية. يعني لا تضعف بنوب، البني آدم وقت ينوي بيقدر أنه يحمل تقل الجبال، معقول تضعف وما تتحمل مسؤولية كم واحد من عباد الله؟ أنا بتمنى ما عاد اسمع هالحكي منك. هموم المسلمين مسؤوليتك وواجبك تكون السلطان. بإذن الله. لا تيأس شو ما صار. سيدي رح نعمل فتلة حوالين المكان. شايفين إن الوضع خطير؟ الهدوء لهي الدرجة بقالتها مو علامة خير. خلي الحراس ينتبهوا منيح. ديروا بالكم. من بعد إذنك. حسب الإفادة اللي حضرتك قدمتها بالمغفر، قلت إنه بسبب طلبك لتأسيس بنك الدولة العلية في حدا نصب لك هاي المؤامرة لحتى يمنعوك من تأسيس البنك. ايه مزبوط يا حضرة القاضي، في كم واحد من التجار الكبار عم يسووا كل شي لحتى يمنعوني أسس هالبنك، وحتى في مرة هنن تجرأوا وحاولوا يقتلوني، وبعتقد انتو بتعرفوا منيح شو اللي صار وقتها. بس
على حسب معلوماتنا كل منافسينك يا أما انتحروا أو في حدا قتلهم. بهالحالة بعد ما اختفوا كل منافسينك من هالطريق ما ضل حدا غيرك لهالشغلة. حضرة القاضي، صدقني حبي ما إلو أي حدود لخدمة الدولة العالية، ودائما مستعد إني ضحي بروحي كرمال خدمة مصالح الدولة والشعب. يعني أنا كمان بخطر كبير مثل يلي ماتوا قبلي.